صباح النور، اهلا ومرحبا بكم مستمعين على امواج راديو دوزام. مرحبا بكم في كل وتمعا موعدكم اليومي مع التغذيه وخبيرها سي نبيل عياشي. صباح النور. صباح الخير سميره، وصباح الخير الساده المستمعين، وبدايه اسبوع موفق للجميع ان شاء الله. امين يا ربي. والشي وراه في الموعد، البرد كاين توا في الموعد. نعم. وبالتالي فالتغذيه خاصها تكون غدا مع هذا التغير في الجو. من بين الاشياء اللي ستوصي بها سي نبيل عياشي وتتوصي أننا نرجعوا لها في تقاليدنا وتراثنا الغذائي هي البصرة. البصرة هي موضوعنا اللي كله تمعني النهار اليوم. أكلة لذيذة معروفة لها أنها تتسخن. نعم. رخيصة بزاف، تتقن بوالو. نعم. ومع ذلك تنتنسوها، يعني ما حضرش بحال شحال هذه في المائدة المغربية وما تنتنفعوش منها، لماذا؟ هذه النقطة الأولى تنتنسوها. النقطة الثانية أن للأسف كاين واحد الفكرة سائدة خصنا نعترفوا بها، بأن الناس نقولوا بالدارجة ديالنا تيحقروا البصرة تماما في هذا الاتجاه هذا، ويقدر حتى إلا دخل عندك شي حد وحطيتي ليه البصرة وخا غير كوجبة ثانوية وخا غير كمقدمة، يعني غيخرج غيدير لك الإشهار، راه مشيت عنده وحط ليا البصرة. يعني هذا مفهوم غلط، وخصنا نتفاداو وخصنا نتجاوزو وخصنا نبعدو منه، لان هي داخله اولا في الاطباق المغربيه ديالنا، هذه النقطه الاولى وخصنا نفتخروا بها. النقطه الثانيه ان الدراسات العلميه كلها تتبين على ان الدراسات العلميه ما تتهدرش على البصاره، ولكن تتهدر على الفول او تتهدر على جلبانه، على اساس انها مكونات غذائيه يجب استهلاكها بشكل اسبوعي ومرات في الاسبوع. فمن بين الاخطاء اللي كاينه وان بعض الناس تيظنوا ان تيقول لك البصاره هي خصنا تتكال غير في الشتاء، وهذا خطا، يعني خصها تتكال طيله السنه، ولكن صحيح ان نكثروا من الاستهلاك ديالها في الشتاء، ولكن للاسف ملي تنجيو نشوفوا تلقاو بان الناس حتى في الشتاء ما تياكلوهاش، وهذا نعم. هذه مساله اللي هي خاطئه، لان ملي تنجيو نشوفوا القيمه الغذائيه فات وتكلمتي عليها هنا في راديو دوزام. نعم. وكذلك في صباحية دوزام تكلمتي على القيمة الغذائية ديال صباحية دوزام، نتمنى ديال البصرة. نعم. نتمنى بأن الناس يكونوا وعاو بهذه القيمة هذه، فلا بأس نذكروا بها. فالبصرة هي ملي تنهضروا على القيمة الغذائية ديالها، هي أولا غذاء، لان فيها مكونات غذائيه مغذيه، وثانيا مقويه، لان ملي تنجيو نشوفوا القيمه الغذائيه ديالها تلقاو بان فيها نسبه مهمه من النشويات بالاضافه الى البروتينات. في نسبه البروتينات تقدر تمشي حتى 5 حتى 7%، نسبه النشويات تقدر تمشي حتى 10%، بالاضافه لهذا ان ما فيهاش سعرات حراريه بشكل كبير. وهذه لمن يظن بان البروتينات كاينه غير في اللحوم. نعم. والاسماك. نعم. والبيض. نعم. هذا خطا. فالبروتينات الفول فيه البروتينات، الفول فيه البروتينات، يعني البصره فيها البروتينات، بالاضافه لهذا فيها مجموعه ديال المكونات الغذائيه اللي اصبحت الان منتشره بشكل كبير والكل تيهضر عليها. وزلافه البصره غتقدر تجيب ليا، وحنا غادي نشوفوا شحال من مكون غذائي. فتخيل معايا ان زلافه وحده ديال البصره فيها البروتينات، فيها النشويات اللي تعتبر مصدر مهم للطاقه، فيها المغنيسيوم، فيها البوتاسيوم، فيها النحاس، فيها الزنك، فيها السيلينيوم، بالاضافه الى فيتامينات ديال المجموعه ب، فيها فيتامين بي 6، فيها فيتامين بي 9، فيها فيتامين بي 3، بالاضافه لهذا كيف ما قلت فيها الفوسفور، فيها الكالسيوم كذلك، فيها نسبه قليله جدا من الصوديوم، لان هي تعتبر غذاء يقي من ارتفاع الضغط الدموي، غذاء يقي من ارتفاع الكوليسترول، غذاء يقي من امراض القلب والشرايين، وغذاء يقي من السرطانات. ونقدر نمشي معك ابعد من هذا، ان خليل الاغذيه اللي يقدر مجموع فيها المغنيسيوم والسيلينيوم والزنك، والسيلينيوم هو يعتبر من بين المكونات الغذائيه التي تقي من المشاكل اللي عندها علاقه بالهرمونات الجنسيه او حتى بالسرطانات، مثلا سرطان البروستات عند الرجل. فهنا هذه زلافه وحده البصره. عجيب. انت تتكلم سي نبيل عياشي وانا تنشوف يعني شحال عزيز علينا نعقدوا حياتنا. نعم. شحال عزيز علينا نصعبوها. لان باش تصوب البصره ما كاينش ما سهل منها. ما كاينش ما سهل. تاخذ 10 دقائق. نعم. وكيف ما قلتي قبيله رخيصه. يعني بشحال غتقام زلافه البصره، في حين ان ناس مثلا لو اننا نديروا حلقه على ماده السيلينيوم وغيبقاو يسمعوا الدور ديال هذه الماده، ديال هذه الماده السيلينيوم، غيقولوا ما عرف علم الله فين كاين هذه الماده، او المغنيسيوم علم الله فين كاين المغنيسيوم، والناس تيمشيو تيجيبوا المغنيسيوم والى اخره الى اخره، في حين ان زلافه وحده البصره تقدر تجيب لي كميه كافيه من المغنيسيوم، من المنغنيز، من البوتاسيوم، من الفوسفور، من الكالسيوم، من جميع هذه المكونات الغذائيه اللي الجسم ديالنا محتاجها بشكل يومي. الابعد من هذا ان طريقه تحضير البصره، وانا دائما غنرجعوا للعادات الغذائيه المغربيه،
كيفاش انهم داروا هذيك المكونات الغذائيه لان وجمعوا بيناتها. نعم لان تتزاد معها جوج المكونين اللي هما رئيسيين، الزيت البلديه والكمون. تبارك الله عليك. الوغ الزيت البلديه علاش؟ علاش الزيت البلديه؟ لان دابا هنا راه ما عرفتش راه بالشيره كما تنقولوا جدودنا ما خلونا ما نقولوا، انا تهضر على التخصص ديالي ديال الجيم التغذيه. فشوف المزج كيفاش داير، شوف لا كومبينيزون اليمونتير كيفاش دايره. خداو البصاره فيها غير البروتينات وفيها غير النشويات، هما ما كانوش عارفين هذا الشيء. شنو زادوا لها؟ شنو ناقصها؟ حيت كاين ثلاثه المكونات الطاقيه، البروتينات السكريات الدهنيات. البروتينات البصاره فيها البروتينات والسكريات، شنو ناقصها؟ ناقصها الدهنيات. منين جابوها؟ من زيت البلديه. وزيت البلديه شنو فيها؟ فيها غير الدهنيات. يعني ما خلطوش البصاره مثلا مع الحليب ولا مع الحليب مثلا سبحان الله، او لا مع اللبن، لا داروا البصاره مع الزيت البلديه. يمكن كان عندهم ان بالي وعندهم واحد الذوق رفيع. هذا شوف هذا ماشي ذوق، هذا لان حتى الذوق تو متوازن، متوازن ولكن لا والثوم الله يخليك. هذا توجيه يعني الله سبحانه وتعالى تيوجه لهذيك الاتجاه يعني. ودار داروا مع انتيبيوتيك ناتوريل البرد. نعم البرد. الوغ علاش الكمون؟ لا تتعلى الثومة تنهضر انا. الثومة وشي مرة تتكل بالبصلة. بالبصلة؟ انا تعجبني بالبصلة خضراء. لا واش تترافقها مع البصله الخضراء ولا تطيبها مع البصله؟ لا ما تطيبش البصله. هذاك الشيء البصله الخضراء تتكال مع ها فوالا، بحال الشغل ديال العدس. بحال الشغل ديال العدس اكزاكتومون. فوالا كانت بصله خضرية تكون احسن. تكون احسن طبيعه الحال. فعلاش الكمون؟ لان ملي تنهزوا البصاره اشنو فيها؟ قلنا فيها بروتينات، فيها نشويات، فيها دهنيات. هذوك النشويات اللي فيها بالاضافه للدهنيات اللي غنزيدو، ماشي فيها يعني الدهنيات ديال زيت البلديه اللي زدنا، غتولي واحد الماده غذائيه اللي نسبيا ثقيله في الهضم ديالها او لا صعيبه في الهضم ديالها. شنو هو المكون الغذائي اللي غيساعدني باش عمليه الهضم تدوز بسرعه وببساطه؟ هو الكمون. كمون. يعني ملي تاخذ وجبه ديال او زلافه ديال البصاره، فنقدر نقول انها وجبه او لانها غذاء متكامل. يعني نقدروا نكتفيو بزلافه ديال البصاره في الغداء ولا في العشاء؟ راه كافيه ومعديه كليه واخا وليتي زلافه ولا جوج ولا ماشي تدوز بيز. لا هذا خطا. لا هذا خطا. علاش؟ لان كاين اللي تيقول لك البصاره تضرني. الوغ علاش تضر؟ لان تناكلوها مع الخبز، حيت ملي تناكلوها مع الخبز تيوليو عندنا نشويات كثار، وهاد النشويات ملي تيوليو بشكل كبير تيخلقوا مشكل على مستوى الجهاز الهضمي، اولا كاين اللي تيخلق له مشكل ديال الغازات. وظهور هاد الغازات راجع الى استهلاك مفرط واستهلاك كبير ديال النشويات اللي كتجينا من البصاره وتجينا كذلك من الخبز. هذا فالبصاره غذاء كامل متكامل. يعني الا بغينا نرافقوها نزيدوا معها شويه البصله. البصله، الكمون، زيت البلديه خصها تكون عامره بزيت البلديه. كاين اللي تيديرها قاصحه وتاكلها بالخبز، كاين اللي تيديرها جاريه وتتشرب بالمعلقه على حسب المناطق. فمن الافضل تكون جاريه تشرب بالمعلقه باش ما ناكلوهاش بالخبز. فالتناول ديال البصاره سواء بالنسبه للناس الكبار او لا بالنسبه للاطفال، يعني الاطفال راه خاصهم ياخذوا البصاره ابتداء من سنه. غير وخصنا نردوا البال كاين الاطفال اللي تيديروا حساسيه ديال الفول. الا درنا عطيناهم بصاره وكان هناك بات لهم شي حاجه في الجلد ديال الطفل فيستشروا الطبيب ويمكن لهم يديروا الجلبانه. كاين هناك الناس اللي تعانيوا من القصور الكلوي ما خصهمش ياخذوها لانها غنيه بالبوتاسيوم. من بعد الامراض اخرى بطبيعه الحال كل مرض على حده خاصو يستشر الطبيب ديال المعالج. واخا هي الناس كاين فكره تقول لك البصاره تتكلخ، هذا خطا. تكلخ؟ نعم هذه اول مره تسمع. كاين هذه الاشاعه اللي دايره. فبالعكس البصاره ملي كانوا جدودنا وملي كانوا باواتنا تياكلوا البصاره وتياكلوا الخبز واتاي وزيت البلديه كانت نسبه الذكاء اكبر بكثير من نسبه الذكاء ملي ما بقاتش هذه الاغذيه. تيظهر لي فاش يقولوا تتكلخ تيظهر لي يقول لي انها تسرخي، يمكن يعني انهم في الاجواء اللي تياكلوها فيها البصره تكون اجواء ديال الشتاء والبرد تياكل البصره تيجي الخمول وتيجي الناس. تنظن بان هذه اللي بغاو يقولها يعني غير منطقي. هذا الشائعه غير منطقيه. السؤال ديالي، واش البصره اللي تكلمنا على الفوائد ديالها كلها دابا بحالها بحال البصره ديال البواكاسي او الجلبانه بحال نفس المنافع؟ نفس المنافع او البواكاسي بحال بحال. كاين هناك اختلاف، غنلقاو اختلاف في السكريات، غنلقاو اختلاف مثلا في البروتينات، ولكن تتبقى نفس المكونات ونفس القيمه الغذائيه. لهذا فالبصره يعني نخلطوها مع القطن الاخرى. الا كنا غنديروا مثلا العدس ولا اللوبيا في الاسبوع، على الاقل مره في الاسبوع تكون عندي زلافه البصره. ولافونتاج الاخر اللي كاين البصره انه ممكن تخاد في الفطور، ممكن تخاد في الغداء، ممكن تخاد في العشاء. يعني ما سوني جامي ترو مي سي با ترو. وفوقاش ما تشهي تنقدر ناخذها، نقدر نفطر بها الصباح
ربما ما غنتغداش بها ما غنتعشاش بها، ولكن نقدر السيمانه الجايه غنتغدى بها، نقدر من بعد غنتعشى بها. واضح. فهي وجبه كامله لا غير كونسيرفيك تتقال تبقى حتى في الكونجيلاتور. فاذا فطرت بها وجبه متكامله، تغديت بها وجبه متكامله، تعشيت بها وجبه متكامله. واضح. وحال الوقت بالنسبه للناس اللي نساو او اللي تناساو البصره، نعطيوه الوصفه ديالها. نعم. فاش قلت لكم راه ما تاخذش الوقت بزاف وما تاخذش الفلوس بزاف، راه تنعنيها يعني غتاخذوا واحد شويه ديال الفول اليابس، غتشريو من مول بيسري ولا العطار ولا مول التوابل، غديروها في طنجره مع شويه الماء فقط، وراس ديال الثومه هي تتبغي الثومه بزاف، تيتسلق هادشي كامل الوغ الفول الماء والثومه، تسلق مزيان. فاش تتسلق ما تاخذش الوقت بزاف، تنطحنوها، يا اما كاين اللي تيسلقها مع شويه ديال الكمون وشويه زيت البلديه، انا تنفضل انها تزاد حتى الاخر. نعم. علاش؟ لان جربت هذه تطيب مع الكمون لا تتمررها. نعم. الكمون تيمرر. نعم. خصوصا اذا زدتي في القياس. صح. دونك من الاحسن تلقوهم غير بوحديتهم. الماء والثومه والفول، طحنوهم حطوهم في زليفات، كل واحد يزيد الزيت البلديه ديالو وشويه الكمون وشويه الفلفل الحمراء، وبالصحه والراحه. نتمنى انكم تناولوا البصره في هذه الايامات، خصوصا مع هذا الشيء وهذه اللي من علينا الله بها، وبصحه وراحه. نتلاقاو غدا مع كل مجتمع اخر، غادي نتكلموا فيه على واحد من المكونات ديال البصره، من اهم المكونات ديال البصره هي زيت البلديه، الحب العظيم ديال سي نبيل العياشيك. نعم صح. اذا الى الغد. الى الغد ان شاء الله. شكرا. سلامه صحيه مغذيه لافاش كيغي قدمت لكم.